الوطني عنده وجهة نظر تانية. كابتن محمود مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ انت كنت موعدني في مكالمه كلمتها لك، قلت لك انت هتقول على المنتخب ده كلمتك الشهيره، المنتخب ده في حته تانية. هو شكله كده رايح لها. لا ان شاء الله. شكرا اولا على كلامك الحلو ده يا كابتن. ربنا يخليك. الحمد لله، والله زي ما حضرتك بتقول ربنا يعلم كلنا تعبانين قد ايه وبنعمل ايه، كل واحد والله فوق طاقتنا 200 و300%، كل واحد في حتته، من العامل لاداري لجهاز فني جهاز طبي، لعيبه فوق ما تتخيل. لا لا لمنسق اعلامي شكر ياسر جدا على اداؤه الرائع. طبعا طبعا طبعا، كل الناس والله، كل الناس تعبانه. كابتن بركات اللي هو مشهور معانا رئيس بعثه، استاذ جمال متابع معانا خطوه بخطوه، اعضاء مجلس الاداره كلهم بصراحه بيكلمونا، طبعا دكتور اشرف صبحي مش هقول لك اللي عامله معانا قد ايه، كل الناس والله، يعني مش عايز انسى حد، لكن والله كل الناس معانا وداعمنا، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الناس دي كلها ونعمل حاجه لمصر ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. اكيد عندهم طموح النهارده للماتش الجاي بقى، ابتدينا نحلم. طبعا ومن حقنا نحلم، وزي ما بدأنا والله انا فاكر اول يوم لينا كنا في معسكر في اسكندريه 1/9/2022، والله ده كان اول معسكر عملناه، وكان في وجود حاج عامر حتى، كان المعسكر ده معمول في اسكندريه، وكلنا يوميها قلنا ان شاء الله الجيل ده هيجيب ميداليه يعني، وان شاء الله من ساعتها واحنا عندنا حلم ان احنا نعمل ميداليه، وبصراحه يشكر في الراجل ده مستر ميكالي ان هو زرع فينا كلنا ان يبقى عندنا حلم ان احنا نقدر نجيب ميداليه. وده بقى رساله يعني وصل اللعيبه، وصلنا احنا، ووصل لاغلبيه الشعب المصري، بقى كله عنده حق الحلم ان احنا نحقق ميداليه، وان شاء الله ربنا يكرمنا، لان احنا فعلا والله تعبنا جدا يعني. ان شاء الله باذن الله. اتمنى لكم كل التوفيق يا كابتن محمود، ومبارك لكم امام برجوي المباراه القادمه ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.